لمناسبة عيد الشجرة وتحت شعار جميلة صيدا تزهر، أطلقت بلدية صيدا بالتعاون مع الشبكة المدرسية في صيدا والجوار والمنطقة التربوية في الجنوب حملة لتشجير أسوار مدارس صيدا بأكثر من 300 غرسة ورد من نوعي الجميلة والبوغينفيليا. الحملة أطلقت برعاية رئيس البلدية محمد السعودي الذي رأى أن مشكلة لبنان في موضوع البيئة هو بحث ثقافي، لأن المجتمع لا يبالي بأي ضرر يصيب المساحات الخضراء. وعمليات التشجير وإن كانت أساسية في علاج المشكلة، لكنها يجب أن تكون بالتوازي مع حملات توعية تنشر ثقافة التكامل مع البيئة، وإننا كبشر جزء لا يتجزأ منها. بعد ذلك زرع طلاب من متوسطة أنجليك صليبا رسمية أغراس من أشجار الجميلة في حديقة القصر البلدي إذانا بانطلاق الحملة باتجاه مدارس المدينة.